وتعاد يا بلدنا. يقول انا البارحه يوم ممسيت والناس إيه؟ ممسين، لا انا البارحه ضاقت على صدري فجوج الصحاري، يا سلام خط لفاني مرحبا به وسهلين وعداد ما يبني على القاع، ذاري يا لكلبي خطك ذرف دمعة العين، من دمع عيني سيلن البراري، ان كنت تشكي حب ناس مقفين اخذوه عنك غصب وابعدوه به اجباري، حنا على ظنك ترى حنا مستعدين، امر نجيك ولا نغبي الاثاري، وان كانها بالجاه جبنا سلاطين طوال الوجيه ولا تهاب الغداري، ونكودها بالمال جبنا ملايين حتى ولو مشيت حافي وعاري، ونكود بكود نفد الذراعين ناخذها غصب ونحتمي بالسواري، من فوق جمس ما دخل قيمته دين، من فوق دكسار وجديد وسفاري. الله الله والله ما ادري وش يروح فيها. هذه القصيده محمد بن معجب العجمي نسيبنا الله يرحمه. أيوة. هذه قصته هو رفيقه أكلبي، إيه أرسل له قصيدة رفيقه الأكلبي، والله رد عليه، رد عليه وما أدري وش قال فيها الأكلبي، والله سجل من قصيدة الأكلبي ورد عليه محمد، رد عليه بالقصيدة اللي يقول بدايتها وشو كانها، وش بدايتها سجيت منها انا البارحه، ايه بدايتها القصيده في مو بدايتها يعني، في هذا في القصيده رد عليه بدل القصيده، قال انا البارحه ممسيت والناس ممسين، وضاقت على صدري فجوج الصحاري، خط لفاني مرحبا به وسهلين، وعداد ما يبني على القاع ذاري، يا لكلبي خطك ذرف دمعة العين، من دمع عيني سيلن البراري، من كود تشكي حب ناس مقفين، خذوه عنك وابعدوه به اجباري، حنا على ظنك ترى حم مستعدين، امر ونجيك ولا نهبي ولا نغبي الاثاري، ونكودها بالجاه جبنا سلاطين طوال وجيه ولا تهاب الغداري، ونكودها بالمال جبنا ملايين، حتى ولو مشيت حافي وعاري، ولا كود بكود نفذ الذراعين ناخذ غصب ونحتمي بالسواري، من فوق جمس ما دخل قيمته دين، ومن فوق دكسار وجديد وسفاري، على الرسول اللي نشر امه الدين، مين لا يقر ما ادري والله ما بي على اخبط القصيده، زبده رد عليها بالقصيده، ما ادري وش كان سالفة الاكل بخويه. يا سلام الله عز الله، ابيات قويه اي بالله، ابياته قويه قويه والله قويه، هذا رديه بينه وبين رفيقه الاكل بي، ارسل لها القصيده الساعه 2:30 من الليل. ليه؟ ايش دراك؟ علمنا محمد.